لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بمواجهة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة جنوب مأرب. وأكد مصدر عسكري مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات جنوب المحافظة بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، بينهم القيادي المنتحل صفة نائب رئيس هيئة الأركان الحوثية المدعو أبو صالح المداني الذي قتل مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال جنوب مأرب، والمنتحل صفة قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت التابعة للميليشيات الحوثية المدعو محمد البنوس والذي لقي مصرعه في الجبهة ذاتها. أعلنت قوات الجيش الوطني كسر محاولة التسلل نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوب شرق تعز، وذلك ضمن المحاولات الفاشلة التي تحاول خلالها الميليشيات الانقلابية التسلل إلى مواقع قوات الجيش والمقاومة. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة كسرت محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي هي الثانية خلال 24 ساعة إلى موقع الرضعة بجبهة الأقروض. وأضاف المصدر العسكري أن قوات الجيش كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة وأجبرت عناصرها على التراجع والفرار. تصدت قوات الجيش والمقاومة لمحاولات تسلل نفذتها عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات شمال الضالع، وشملت المعارك جبهات الفاخر وبتار إلى معسكر اليوب والمواقع المحيطة شمال غرب مديرية قعطبة. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والمقاومة استخدمت السلاح المناسب في عملية التصدي لتسللات الميليشيات الحوثية وأجبرتها على الفرار من مواقعها في صفوف الميليشيات وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية قصف التجمعات السكانية في مدينة حيس جنوب الحديدة في إطار خروقاتها للهدنة الأممية. وقالت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة والمتوسطة صوب منازل المدنيين في مدينة حيس بصورة كثيفة. وأوضحت المصادر أن الاستهداف الحوثي خلف حالة من الهلع في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال. أصيب شاب إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوب الحديدة. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما أصيب بجروح متفرقة في جسده إثر انفجار لغم من مخلفات الحوثيين. وأضاف المركز أنه تم نقله إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من انتزاع 1274 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن. وأوضح المركز في بيان له أن الألغام التي انتزعها منها 20 لغما مضادا للأفراد و1065 لغما مضادا للدبابات و186 ذخيرة غير منفجرة وثلاث عبوات ناسفة، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر أكتوبر إلى 2720 لغما، وفيما وصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام وحتى الآن 281321 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في أرجاء اليمن.